نتعرف على هذه السنن بشكل مبسط أكثر في الخلاصة الفقهية مع فضيلة الدكتور حاتم. اتفضل يا دكتور. يا أهلا وسهلا أستاذ أحمد. الحمد لله. إحنا عايزين نسهل السهل على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاة والسلام. أنا أسهلها لك خالص إن شاء الله. اتفضل. أنا امبارح قلت مع الأستاذ حسام جملة أنا أجعلها مدخلا لحديثنا الليل. اتفضل. وهي منقولة عن سيدنا الشيخ الإمام أحمد الدردير شيخ المالكية في مصر في زمانه عليه رحمة الله. رحمة الله يعني. كان يقول إن الصلاة مركبة من أفعال وأقوال. تمام. أنت بتعمل حاجة في الصلاة غير كده؟ لا، أفعال وأقوال. أفعال. فجميع أفعالها واجبات إلا ثلاثة. وجميع أقوالها سنن إلا ثلاثة. حلو جدا. يبقى كل الأفعال اللي بتعملها في الصلاة واجبات. إلا ثلاث حاجات. إلا ثلاث حاجات، وأنا يعني هضيف عند مولانا الشيخ الدردير، هنطلع شوية من دائرة المذهب المالكي ونخليهم أربعة. ماشي. وبرضه في الثلاثة بتوع الأقوال هنخليهم أربعة. طيب. شيخ الدردير بيقول لك كل الأفعال واجبات إلا ثلاث حاجات: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي مواضع رفع اليدين. طيب. أنت لما بتيجي تكبر تكبيرة الإحرام بتقول إيه؟ الله أكبر. تمام. الله أكبر، هذه هي بداية الصلاة، تحريم الصلاة. نعم. هكذا بدأت الصلاة. طيب، إذا تكبيرة الإحرام واجبة. طيب، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. الله أكبر، هذه ليست واجبة. تمام. وإنما هي سنة أو مندوب أو مستحب، زي ما تسميها سمي. طيب. طيب. وكذلك رفع اليدين في مواضعه. نحن عند الركوع نرفع اليدين. الله أكبر ويركع. نعم. وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ونرفع اليدين. نعم. وعند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة نرفع اليدين لحديث ابن عمر رضي الله عنه. أيوة. يبقى أربع مواضع لرفع اليدين، وهي في المواضع الأربعة سنة أو مندوب إليها أو ليست واجبة. تمام. ده أول حاجة. تاني عمل من أعمال الصلاة ليس واجبا التشهد الأوسط. ليس واجبا. ليس واجبا. لذلك من الفقه أنك إذا نسيته وقمت إلى الركعة الثالثة لا تعود. ويجبر بسجود السهو. تمام. يعني أنا الآن الإمام، ودي غلطة بتتكرر في معظم المساجد، لو أنا الآن إمام ونسيت يا جماعة التشهد الأوسط، المسجد كله سبحان الله الله أكبر، كلهم في نفس واحد سبحان الله ولا سبحان الله وبحمده، ممكن أقول التشرف حاجة يا عم منزل. طيب، ما أنا لو نزلت على رأي جمهور الفقهاء هذا يبطل الصلاة. أنا مش موافق أنه يبطل ولا حاجة، أنا واخد برأي الحنابلة في هذه المسألة بقول عند الحنابلة أن صلاته تصح مع الكراهة. تمام. لأنه الجمهور بيقول هو ترك فرض وعاد إلى سنة، هو في الحقيقة لم يترك الفرض، هيرجع يجيبه تاني. هو التزم بالترتيب فأساء التصرف. أيوه. لأنه إذا جاوز السنة إلى الفرض خلاص، يعني تجبر السنة المتروكة بإيه؟ بالفرض، بسجود السهو بعد. تمام. يبقى التشهد الأوسط ليس من واجبات الصلاة ولا من فرائضها، وإنما هو من سنن الصلاة. تمام. فإذا تركه وقام إلى الركعة الثالثة لا يلزمه أن يعود بعدما قام أو بعدما صار أقرب إلى القيام، ويجزئه في ترك التشهد الأوسط سجود السهو. طيب. الحاجة الثالثة التي هي من الأعمال وليست واجبة هي الالتفات مع التسليم. أنت لما بتيجي تسلم في التشهد الأخير بتقول السلام عليكم ورحمة الله إلى اليمين. صح. السلام عليكم ورحمة الله إلى الشمال على رأي الجمهور. أيه. وعلى رأي المالكية أن في يعني سكتة لطيفة في المنتصف. تقول السلام عليكم ورحمة الله وتحط وشك جهة القبلة وبعدين تروح قايل السلام عليكم ورحمة الله. صحيح. تمام. الالتفاتة دي السلام عليكم دي التسليم، خلاص عرفنا حكمه التسليم. أيه. الأولى واجبة. نعم. وبها يخرج المرء من الصلاة، والتسليمة الثانية سنة. أيوة. تمام. طيب حضرتك الالتفاتة دي اللي أنا عملتها دي، هذه الالتفاتة أيضا من السنن وليست من الإيه؟ من الواجبات. تمام. بالنسبة للأقوال، كل أقوال الصلاة من السنن عدا ثلاثة. أيوة. يبقى يعني خلصنا الأعمال، داخلين دلوقتي على الأقوال. كلها واجبات. طيب. كلها واجبات. القيام واجب. الركوع واجب. الرفع من الركوع واجب والاعتدال قائما. السجود واجب. الجلسة بين السجدتين واجبة. التشهد الأخير واجب. يبقى كل الأعمال اللي بنعملها في الصلاة واجباتها. طيب. طلع منها بس الثلاثة اللي قلنا عليهم. والسجدتين.
أطل السجود بقى الأولى طيب والثانية طيب كل ركعة طيب. إنما الأقوال الأمر فيها بالعكس، يعني كل أقوال الصلاة سنن إلا الثلاثة اللي هنقول عليهم. تفضل. أول حاجة تكبيرة الإحرام لأن هي اللي بتدخلني الصلاة. طيب. الله أكبر. هذا القول في بداية الصلاة افتتاحية واجب. تمام. تاني حاجة في الأقوال الواجبة صيغة التشهد اللي هي النص الأول من التحيات. تمام. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قبلها طبعا قراءة الفاتحة ننسينا نقول. أيوه. يبقى بعد تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة في كل ركعة. تمام. ثالث حاجة التشهد الأوسط ثم التسليم الأولى. إحنا قلنا هنزود واحدة على سيدنا الدردير اللي هي نصف التشهد الأوسط. تمام. يبقى أربعة نعدهم على أيدينا. أيوه. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، نصف الأول من التشهد، التسليمة الأولى، دي الأقوال الواجبة. أيوة. ما عدا ذلك من الأقوال مندوبات. دعاء نعم. الاستفتاح مندوب، قراءة السورة بعد الفاتحة مندوب، التسبيح في الركوع مندوب، التسبيح في السجود مندوب، ما يقال في التشهد صيغة التشهد الأوسط مندوبة. أيوة. الصلاة على النبي في التشهد الأخير مندوب إليها، الدعاء بعد التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأسم والمغرم، على اختلاف يسير في الصيغ، هذا أيضا الدعاء مندوب. ثم التسليمة الثانية مندوبة. يبقى إذن كل الأعمال واجبات إلا أربع، إلا أربع: واحد، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. تمام. اثنين، التشهد الأوسط. ثلاثة، قلنا الالتفات أثناء الإيه؟ التسليم. والعكس صحيح بالنسبة للإيه؟ للأقوال. فكلها سنن إلا ثلاثة أو إلا أربعة. رقم واحد اللي هي من الأقوال ليست سننا وإنما هي واجبات، تكبيرة الإحرام. اثنين، الفاتحة في كل ركعة. ثلاثة، التشهد الأول من التشهد. النصف الأول من التشهد الأخير. أيوه. ده اللي واجب. أربعة، تكبير اللي هي تسليمة التحليل، التسليمة الأولى عن اليمين، وما عدا عن ذلك من الأقوال فمندوبة. طيب، أنا عشان أختصر بقى كل الموضوع دي، في سؤال مهم جدا. هو دلوقتي الناس ليه كتير بتستهين بالسنة؟ يقول لك ده سنة، يعني لو فعلتها مش تمام، لو ما فعلتهاش مش مشكلة، وما بيحاولش يجتهد في فعل هذه السنة لمجرد أنها سنة. نقول لهم إيه سريعا؟ الإمام النووي شرف الدين رحمة الله عليه ورضوانه كان يقول لأصحابه وتلامذته: لا يكن حظ أحدكم من العلم أن يقول هذه سنة فيتركها. تلاقي حاجة غريبة جدا، تلاقي أهلنا وأبائنا وأمهاتنا وأعمامنا اللي هم على قدر محدود من العلم اللي على الفطرة. أيوة. يتعامل مع السنة كما يتعامل مع الفريضة. أيوة. عنده صلاة العشاء مش أربع ركعات، ده أربع ركعات الفريضة وركعتين الشفع وركع الوتر، يبقى ولا يمكن يطلع من مصلاها ما يجيب السبعة. تمام. هو تعلم أن الصلاة لها قداسة، لها احترام، لها جلال، فالسنة القبلية عنده مقدسة، السنة البعدية مقدسة، صلاة الوتر مقدسة، ختام الصلاة مقدس. نعم. رغم أن كل الحاجات دي إيه؟ سنن. أيوة. هو تربى على إجلال الصلاة واحترامها. يعني يجي الواحد فينا يتعلم شوية، أول ما يتعلم أن دي سنن يتجرأ عليها. يروح قايل لك بقى خلاص انا راجل دلوقتي مش زي العوام، انا راجل متعلم. يعني فاهم يعني ايه سنه، انا طالب علم. طالب علم ايه بقى؟ هذه سنه فيتركها، هذه سنه فيتركها، هذه سنه فيتركها. والسنن دي هي الاسوار اللي ربنا سبحانه وتعالى احاط بها الفرائض. ايوه. في فرق بين بيت عليه سور حدش يقدر اي عدو ولا لص يدخله، وبين بيت ما ابوابه مفتوحه بيبان سهل لكل الدنيا. الله عز وجل شرع السنن ومن جملة مقاصدها أن تكون سياجا يحفظ الفرائض، ثم إن السنن هذه يجبر الله بها قصور الفريضة. نعم. لو الفريضة فيها نقص ربنا بيكملها لك من السنة. فلو أنت جيت في أعمال الصلاة وقلت أنا مش هعمل للفرائض وأترك السنن، أيوه، أو تقللت منها أو اجترأت عليها، هذا ينتقص من الأجر ويعرض الفرائض نفسها للخطر، لأن السنن دي الحماية بتاعة الفرائض. كذلك الأمر لو أنت حافظت على الصلاة الخمس وسبت النوافل كلها، أنت بتعرض صلاتك للخطر، لأن الشيطان بقى بيضرب في الفريضة على طول. جزاكم الله خير ونفع الله بكم يا دكتور. إذا مشاهدينا الكرام، لا تعرضوا صلاتكم للخطر بترك السنن، لأنها كما وصفها الدكتور حاتم سور يحمي الفرائض.